فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هذه امرأة من روسيا وحديثة الإسلام، تقول إنها تعمل بين الكفار ولا تصلي إلا في المساء، تجمع الصلوات. امرأة من روسيا حديثة الإسلام تقول إنها تعمل بين الكفار ولا تصلي إلا في المساء، فما حكم جمعها للصلوات؟ لا يجوز هذا، الصلاة لوقتها، صلي الصلاة لوقتها، فلا يجوز لها، ولا يجوز لها أنها تبقى تعمل مع الكفار وهي مسلمة، تنتقل إلى عمل آخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب، تعمل مع المسلمين في بلدها وفي نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.